سعيدة يا شباب، ليلتكم سعيدة. إيسي لاغاش، ليلة الجمعة صبيحة السبت، ليلة من قلب العرائش، جوهر العرائش، شارع الحسن الثاني، شارع محمد الخامس، حدا السبوعة. غندخلو لقلب العرائش نتوغلو ونشوفو جدة جديد. ولا لاحظتو معايا أشجار كثرت وكثفت أغصانها وأصبحت تغطي على الإضاءة التي كانت شاملة في فصل الصيف، حينما كانت أشجار دون أوراق. اليوم إضاءة مغطاة، شبه إضاءة، ولكن هذا خلق الله. الدنيا مخطرة، ما غنوضوش احنا نقرعوها على حسب الإضاءة، لا. الحمد لله اللي ضوات بعدا فوريجات، الحمد لله. حياكم الله وبياكم وأسعد أوقاتكم بكل خير. ساحة التحرير، إن شاء الله هذه الساحة غادي تشوفوا فيها عروض شيقة شهر 10 رجاء تلقى الثقافات. هذه كاف فيليكسوس، كما كتلاحظوا انتهى النشاط وانتهت الاغاني وانتهت الحفلات في كاف فيليكسوس. بارك الله يخلف، راه مشى بحالو فصل الصيف دخل فصل اخر، كل حاجه كتجيب وقتها. نزلنا على الشرفة الأطلسية، وجود بعض الرياح، هبوب بعض الرياح في هذه الليلة، ليلة الجمعة. اللهم صل على الحبيب محمد. أول بحر ديالكم العريشين، ها هو، واش توحشتوه ولا ما توحشتوش؟ بحر فسيح، محيط الأطلسي. الساحة اللي كانت كتغلي بعباد الله، فينا هي دابا؟ دابا الله الله، 9:30 ديال الليل دابا، الناس فرت. هرعت على دورها وسكنها، باقي الناس ضعوا لنا. الليل عنده سحر خاص اخوتي في مدينة العرائش، وصحتكم بالفراجة دائما، الجودة العالية 4K. شارع طارق بن زياد، شارع المغارة، شارع بالوما ديليس، كارابونيتا. أجمل الشوارع وأفسحها للنشاط والترفيه، خاص بالراجلين. كيد كتشتاق لهاد الأماكن الصاخبة، هاد الشوارع الرئيسية في المدينة. لذلك فحنا كندوزو منها باش نذكركم، اللي تستو من هنا تذكرو الحنين للمدينة. كافي تريانا
تحكش بيهم المطر. ريت موت السلطان موسى. اشوف اخوتي الدنيا كيفاش مضاءة شو، ولكن التلوث البيئي هو المشكل دائما كجبر الطريق رفصا ولا اله الا الله وصف. انا ما عرفتش علاش هادشي شي كيدير بالعاني مدينتنا، وشنو المقصود من هادشي. حبايبكم الشاورما والمأكولات وعلي بابا كل ما لبدا وطاب. الشارع راه كله أكل، كله زرود، هذا بحال داك الشارع ديال سور الإشارة اللي كاين في جامع الجديد. هكاك أخياك، هكاك أخياك ساري مع راسك. وصلنا لساحة المانوزي، هذه هي ساحة المانوزي أخوتي، بغيتو تسميوها ساحة ملك بن المرحل لأن الشارع كيقسمها على جوج، كيهود من أبي نداء وهو حتى البلاصة شارع ملك بن المرحل، ولا ساحة مولاي محمد بن عبد الله لأن حتى هذا الشارع هذا اللي فيه أنا، ولا ساحة سوق البرارك. وسميها كما شئت أخي العزيز أختي الكريمة. وما تنسوش بارطاج، ما تنسوش جيم، ما تنسوش تعليق، بغيتكم كلكم تعلقوا إلى عجبكم سحر هذا الفيديو. هاي كنخطف لكم بعض الصور. هذا هو شارع مالك بن المرحل، كيعرفوش بزاف الناس، كنسميو حنا شارع ابي نداء حيت كاين هنا السينما. التريبة معروفة، هاد التريبة هادي فيها جوج مكتبات مقابلة السمتي و الثقافة، أشهر تريبة محج لومومبا كتسمى، أي محج لومومبا. وفيها خوتي واحد الرويبيني هنا غزال، طويسات ديال النحاس، شيء رائع، الله يعمر هذا، فن فن فن، هادي زوينة دايرها باللامين، حلويات باللامين، هادي زنقة بن بطوطة، شارع الحسن الثاني، هذا محج ابن رشد. مرحبا بكم.